إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقبل هذه أيها الإخوة الكرام، قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طبعا إخوتي الكرام، كلنا سمعنا وسايرنا قصة آدم عليه السلام مع إبليس ومع حواء، وكيف أن إبليس وسوس لآدم وحواء بأكل الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها. طبعا كما تعلمون أن إبليس كما جاء في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولم يكن يظن آدم وحواء أن هناك أحد في هذا الوجود يقسم بالله وهو كاذب، يقسم بالله وهو كاذب. فلذلك من خدع نبي الله انخدع له. فلما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا الشيء. وهذا إن دل على شيء، وإنما يدل على أن وسوسة الشيطان التي يوسوس بها في صدر كل مسلم فيجب أن يكون على حذر منها. وقد يكون الشيطان وفي الغالب كاذب، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. هو يكذب، حياته كلها كذب، كذب في كذب. إذا الاستفادة التي ينبغي أن نستفيدها من هذه القصة هو أن إبليس قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذا الشيطان عمره ما يقسم وهو صادق، إذا هو كاذب. فإياك وإياك أن يدخلك في معركة مع الله عز وجل وأنت الخاسر، لأن المعصية هي قبيحة، والله عز وجل لا يريد منك المعصية بل يريد منك الطاعة،
إذن هذه قصة سردها الله علينا ليبين لنا أن هذا الشيطان هو العدو اللدود لكل مسلم ومسلمة. ولهذا الله عز وجل قال لآدم وحواء: إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هكذا قال الله عز وجل لآدم وحواء: إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولما خرج من الجنة شقي طبعا آدم وحواء، لأن الخبز إذا أرادوا الخبز ينبغي أن يحرثوا ويزرعوا، يزرعوا ويحرثون، ثم بعد ذلك ينضج هذا الزرع، ثم يحصد، ثم يدرس، ثم يطحن، ثم ينخل، ثم يخبز، ثم ينضج على النار، ثم يؤكل. شوف فتشقى. وهكذا الناس في هذه الدنيا بعد خروجهم من الجنة أو خروج أباهم من الجنة أو أبوهم، خروجهم من الجنة يعني شقيه وشقية وشقية أمته وأبنائه وذريته. هنا هذه معصية وتصورناها بأنها معصية، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. شو سبحان الله، الله عز وجل لم يغضب على آدم عليه السلام، لأنه علم ما في صدره وما في قلبه من الإيمان. مع ذلك قال تعالى: ثم اجتباه ربه. اجتباه، اصطفاه واختاره سبحانه وتعالى، وعلمه كيف يتوب. وهذا الاجتباء هو حاصل عند كل مسلم، عندما يقع في الزلة ويقع في المعصية يتذكر، ها؟ يتذكر ويتوب إلى الله، ها؟ ماذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله بأنه حرم هذا الشيء الذي وقع فيه المسلم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا من الاجتباء ومن الاصطفاء، يعني حتى ولو وقع في معصية فلم الله عز وجل يغضب عليه، إنما أخرجه من الجنة، أخرجه من الجنة. فهذا الخروج هو الذي كان عقوبة لمن؟ لآدم عليه السلام، كان عقوبة الله. لكن الشباب وتاب عليه وعلمه الدعاء الذي يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات. وفي قراءة يعني السبعية: فتلقى آدم من ربه كلمات. الفاعل هو كلمات، وآدم هو المفعول. وعلى كل حال، ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام ليتوب الله عليه؟ إذا الله عز وجل علمه كيف يتوب، كيف يصلح الغلط مع ربه. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن المشكلة هو أن يتمادى الإنسان
في معاصيه ولا يرجع ولا يتوب إلى الله. إذا المسلم لا بد أن يقع في الخطأ، لأن النفس الأمارة بالسوء موجودة، والشيطان الذي يوسوس موجود. إذا نسيت ووقعت في الخطأ، إذا فعليك بالتوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتوب على من تاب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن جاء وفد من الناس مشركون كافرون، جاءوا إلى رسول الله وقالوا له: يا رسول الله، نحن أكثرنا من الفساد ومن الذنوب، فلا ندري هل يغفر لنا أو لا، فنحن نريد أن نسلم ولكن بشرط أن يغفر الله لنا. فنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كن مطمئن، إنما تستغفر الله بصدق ونية، واعلم أن الله يغفر لك الذنوب. إذا لا تيأس من رحمة الله. هناك من يرى نفسه أنه أسرف على نفسه في الذنوب، وأن الله عز وجل يظن ظن السوء بالله وأنه لا يغفر له الذنوب، هذا ظن سوء بالله. فالله غفار، كما جاء في آية طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني صار على الطريق الصحيح. وإني لغفار على وزن فعال، يعني كثير المغفرة. نحمد الله عز وجل بهذا الرب الرحيم التواب الغفور، فنحن نحمد الله عز وجل بربنا ونفرح به سبحانه وتعالى، لأنه يغفر لنا ذنوبنا ويعطينا كل ما نريد سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. صح، يعني الحمد لله هذا كله خير لكل مؤمن. وقع في زلة أو في زلل فعليه أن يتوب ويرجع إلى ربه، فيجده سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن. إذا آدم عليه السلام عصى ربه ثم تاب عليه سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات. شنو الكلمات؟ يعني جمهور المفسرين يقولون هي التي جاءت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبعا هناك من المفسرين من قالوا كلاما، ولكن خير ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن. كلمات هذه قرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا قرآن، إذا نفسر هذه بهذه والحمد لله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
إنه سبحانه وتعالى إنه هو التواب الرحيم، يعني التواب كثير التوبة على عباده المذنبين المخطئين، كثير التوبة. ثم رحيم، في توبته سبحانه وتعالى رحمة، رحمة للعباد. وكل مسلم علم بأن الله تعالى بأنه إذا استغفر الله وتاب عليه فإنه يستأنف حياة جديدة ويفرح. وعندنا أيضا أمور يفعلها الإنسان ويغفر الله له. قال الله عز... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شيء عظيم هذا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا شيء عظيم أيها الإخوة الكرام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني شنو المبرور؟ الخالي من المعاصي، الخالي من المعاصي هو المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. إذن فالله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا الخطاب ديال اهبطوا منها جميعا وخطاب لآدم وحواء وإبليس مجموعين. اهبطوا من الجنة، اهبطوا منها جميعا إلى الأرض فإما ياتينكم مني هدى. وما تنساوش الهبوط الأول الذي قال الله تعالى فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، آدم وحواء مع الشيطان بعضهم لبعض عدو، وكذلك ذرية آدم وحواء مع ذرية الشيطان. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن هذا الهبوط الأول الذي قال الله تعالى فيه اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أما هذا الهبوط الثاني، هناك من قال الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، لأنه ذكر مرتين. إذن قلنا اهبطوا منها جميعا فإما المستكينة أدغمت منها فإما ياتينكم مني هدى. الهدى هو الرشاد، الهدى هو السداد والحق المبين. فإما ياتينكم مني هدى، إذن هذا الهدى الذي يدلك على الطريق الصحيح. فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم من العذاب يوم القيامة. علاش؟ لأنهم اتبعوا الهدى، اتبعوا الرشاد، اتبعوا دين الله عز وجل.
يعني هذا الخطاب العام هو لجميع الناس، وهؤلاء الناس جميعا جاءتهم الرسل، والرسل جاءت بكتاب، وهذا الكتاب فيه هداية للناس جميعا، وهذه الهداية شاملة هداية إلى الطريق، إلى الطريق الحقيقي إلى عبادة الله، كيف تعبد الله، هداية إلى معرفة ربك الذي تعبد. فالإنسان الذي لا يعرف من يعبد لا يعرف كيف يعبده، لا بد أن تعرف من تعبد. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا ذاته سبحانه وتعالى بأن هناك توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأسماء والصفات هي التي تبين لك من هو ربك، الأسماء والصفات، وهي التي ضل فيها كثير من الفرق، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. سبحان الله، الله أثبت لنفسه صفات وهؤلاء لم يعرفوا كيف يثبت صفات الله عز وجل، فقالوا لا يمكن أن يكون لله وجه، ولا يمكن أن يكون لله يد، ولا يمكن أن يكون لله علم وقدرة. فهم ماذا تخيلوا؟ تخيلوا أننا إذا أثبتنا لله وجها ويدا وعلما وحكمة أننا شبهناه بالحقيقة، وهذا خطأ فادح لا ينبغي أن يقع فيه مسلم. ما دام الله تعالى أعطانا ضوابط، قال ليس كمثله شيء، قال لنا ليس كمثله شيء، توحد يمكن يكون مماثل لله، إذن هذا الأمر خصنا نحيدوه ونزولوه من عقولنا، بأنه لا أحد في هذا الوجود يكون مماثلا لله، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وهذا هو المشكل الذي وقع لهؤلاء. فلذلك الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة أثبتوا أسماء الله بدون صفات، لأن كل اسم يدل على صفة. الله عليم، عليم هذا اسم من صفته العلم، الله عزيز هذا اسم من صفته العزة، الله قادر هذا اسم من صفته القدرة، وهكذا. إذن ليس كمثله شيء، هل تعلم له سبيلا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، شوف شحال الآيات، ومع ذلك الله تعالى لما قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. في أول الآية قال ليس كمثله شيء، في آخر الآية قال وهو السميع البصير. إذن نحن نسمع ونبصر، والله يسمع ويبصر، وجميع المخلوقات بحيواناتها وطيورها وكل شيء يسمع ويبصر، ولكن ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، قد يتمثل الله بخلقه. هنا اش قالوا هذوك الجميع؟ نحيدوا احنا كاع الاسماء والصفات اللي يقولونا، وراه والو، ما يعملوا منهم، ما دايرين، يديروا تحت القواعد وصافي.
نثبت لله ما أثبت لنفسه، كما أثبت لنفسه بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وارتحت مع راسك. إذن الذي لا يعرف ربه لا يعرف كيفية عبادته. وهاد الجوج من أجلهم جاء القرآن، من أجل ذلك جاء القرآن، لمعرفة ربك، لأنه لا يمكن أن تتخيل إله وتعطيه صفات من عندك، ما يمكنش. بتعطي أنت لله تعالى صفات من عندك، ما يمكنش. ولهذا الله عز وجل عرف بأن عقولنا لا يمكن أن تتصور إله. إذن جاء القرآن وبين لك الإله بصفاته وذاته وأفعاله. صفاته منها العلم، منها القدرة، الله تعالى قادر على أن يأتي بالليل ثم يبدله بالنهار، قادر على أن يصنع من النطفة كائنا حيا، قادر. شكون هذا اللي غادي يستطع من نطفة يصيد بنادم أو يصيد طير أو يصيد جمل أو إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع هذا، ولكن هذا من عند الله، الله قادر على ذلك. كيفية العبادة؟ كيف تعبد الله؟ تعبده وحده منفرد سبحانه وتعالى، تصلي له وتدعوه سبحانه وتعالى وحده، وتسأله وحده، وتطلبه وحده، وتتوكل عليه، وتعبده بجميع أنواع العبادات وحده. إن الأمور كثير من الناس غلط فيها، ولكن القرآن رشح لنا وبينها لنا. إذن فعلينا بالقرآن، فإما يأتينكم مني هدى، فالهدى والرشاد هو ما جاءت به الأنبياء من تعريفهم لربنا سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا، وكذلك الكيفية التي نعبد الله تعالى بها، هذا هو الهدى. ولذلك أرتب عليه النتائج. أشياء النتائج، فلا خوف عليه غدا والقيامة، لن تخاف من العذاب أبدا، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الأبناء والأزواج والمال، لا يحزنون على ذلك، لأن الله تعالى وليهم في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي سبحانه وتعالى يتولى أولادهم ويتولى أزواجهم ويتولى أموالهم سبحانه وتعالى، فله الأمر والفعل وكل شيء سبحانه وتعالى. إذا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تشبهها آية في سورة طه، أش قال الله تعالى؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شوف قال ابن عباس، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني يضل لا ينحرف، فلا يضل يعني لا ينحرف لتبع الهدى وتبعت القرآن وبتنحرف، لا ممكن. المنحرف هو الذي لم يتبع القرآن ولم يسير على القرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما يضل في هذه الدنيا، ما ينحرف، غادي يبقى مع الطريق كما هي، فلا يضل ولا يشقى
ولن يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري. لأن الذكر هو القرآن والذكر هو اللي فيه الهدى. هذا الهدى الذي نريد أن نتبع أين هو؟ موجود في القرآن. فبالإضافة إلى التوحيد في هذه الأنواع كلها، هناك طريقك إلى عبادة الله، وهناك أمور أخرى في جميع جوانب الحياة، لا في الحكم ولا في السياسة ولا في البيع والشراء ولا في الأخلاق ولا في كل شيء. كل شيء جاء في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء بين القرآن. ولذلك جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين. صافي اللي بغيت تعمم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. بين الحلال والحرام امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن القليل يعلمهن. لا يعلمهن كثير من الناس ولكن القليل يعلمهن. واعطانا واحد المثال، اشنا هو؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الراعي جاب الغنم ديالو حدا الحدود ديال الارض الاخرى، بخصوص دروك كاين الربيع وكاين كذا، يوشك ان تقفز غنمه وتدخل الى الارض الاخر وتاكل. كالراعي يرعى حول الحمى، يعني ديك المشتبهات بحال الراعي يرعى حول الحدود. الحمى هي الحدود، هذا مزرب على حقه ولا قرطه مزرب على حقه تتسمى حمى. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. كل ملك عنده أرض محوط عليها كيملكها. إذا الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا شنو هو الحسن هنا؟ أن تترك الشبهات. هذا الشيء تشبه عليه تركه، ولا دخلتي في الشبهات غادي تدخل في الحرام. هذا هو الحديث، هذا هو مفاد الحديث والاستفادة من الحديث. إذا فالله سبحانه وتعالى بين، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وشبه القضية، القرآن هذا هو سبيل الهدى، وهو الهدى نفسه، ما خلى الله تعالى فيه شي حاجة. إيه وانت لا تركسيه اش غادي يوقع لك؟ اش؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كاع اللي خارج على القرآن ما تصحبكوش تيعيش مزيان وتيعيش حياة سعيدة، أبدا أبدا أبدا. خرج على القرآن ويعيش حياة سعيدة، لا، شقية. فإن له معيشة ضنكا وليكن من كان، وليكن من كان، رئيس مرؤوس ما صاحب أموال فقير غني كيف ما كان، خرج على الخط المستقيم مشى في حالته، ضيع راسه. واخا انت تيبان لك بديك المظاهر البراقة بأنه راه سعيد، عنده كل شيء، كاع المقومات الحياة موجودة عنده، راه تيبان لك هكا. وراه الحياة السعيدة هي حياة القلب أو سعادة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني حصر الاطمئنان والسعادة في القلب وفي ذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حصر وعاء السعادة في القلب، والذي يسعد به هذا الوعاء هو ما جاء في القرآن الكريم لا غير. قال يخرج على القرآن سكر ما عنده غير الضنك والشقاء، شيخي تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، توب للتواب وكذلك شيء ما قداش مظاهر الراحة لا تنفع القلب بشيء. السعادة هي القلب، سعادة القلب، لكن بأي شيء يسعد هذا القلب؟ بماذا؟ باتباع الذكر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي القرآن جعله وراءه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف السعادة فين كاينة، هذه السعادة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها الإيمان وفيها العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني حالة كونه مؤمن. إذا ما كانش مؤمن وخي عمل الصالحات اللي كان ما لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد تنفعه في الدنيا، قد تنفعه في الدنيا، ولكن في الآخرة لا تنفعه شيئا أبدا، لأنه لم يكن يريد بذلك وجه الله. حتى ولو قدم ما قدم للبشرية، كيتقول لك هذا قدم أمور وكذا إذن خصو، لا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذي يعمل من أجل الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون. لا ينقصون، نعطيهم في الدنيا داك الشيء اللي بغا، لأنهم هما تيعملوا من أجل الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال لك الكافر إلى دار الحسنة صدق شي صدقة يعوضها ليه الله تعالى في الدنيا، أي صدقة أي فعل خير فعلو تيعوض ليه الله في الدنيا، باش اللي يمشي تما ما عنده حتى حاجة. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا بحال ذاك الهباء اللي داخل من الشمس القوة، هذيك القوة تيدور في هذاك الهواء الغبار وصافي. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح. شوف الرياح اشتدت به، يعني لاحت الرياح هنا وهنا ما بقاش غدين قيمة ما عندهم حتى حاجة. وشوف اش قال تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. صافي، ما عندهمش في الآخرة شي ثواب ولا جنة، لا، مادام مات كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله وكان يعمل أعمالا من أجل الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شكون قال هذا الشيء؟ الله هو الحاكم، الحاكم بيننا، هو المرجع، المرجع ديال المسلم والمسلمة. شوف احنا نتكلموا بالدماغ،
تكلموا به بالدماغ وصافي، الشيء اللي قال لنا رسولنا نقوله سبحانه. الشرع القرآن وسنة وكلام ديال الحق وهكذا. إذا يا أخوتي الكرام، ما علينا إلا أن نتبع هدى الله. ولكن نسينا هذه القضية ديالت فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال من اتبع القرآن في هنا يشقى وفي الآخرة يحشره الله أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكذلك اليوم تنسى. نسيتي الآيات ونسيتي ذاك الشيء اللي أمرك الله تعالى به، إذن تهنى في الآخرة تنسى وتحشر أعمى. فما كنتيش انت تشوف الآيات ومدديها فيهمش، حتى تما ما غادي يبانوا لكش، ها غادي تمشي هنا مع مسكين. الله يحفظنا جميعا، اللهم عافينا يا كريم. إذا قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كان يكفي الذين كفروا، وراء الكافر تيكذب بالآيات. ولكن للبيان ولمعرفة أن الكافر لما كفر كفر وكذب بآيات الله، لما كفر كذب بآيات الله، نعم، وكذبوا بآياتنا أولئك، إشارة لهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا شي سهل تكون مخلد في النار، ما شاء الله، يكون هنا عندك شي فترة وتدوزها وتخرج، ولكن خالدين وأنت من وقود النار، تشتعل بك النار، نسأل الله العفو والعافية. هادشي اللي كندوزو هكا وتنقولو، تندوزو وصافي، الإنسان ما تيوقفش عند هاد الكلمات ويعرف شناهما. ألم يقول هؤلاء: يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال: إنكم ماكثون. غادي تبقى يعني انهم تيشوفوه، ما تيموتوا ما تيحياو، لا يموت فيها ولا يحيا، في النار مؤدب صفر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا اله الا الله. اذا هو العذاب مستمر فيه، مستمر في هذا العذاب. اش تيقول؟ يا مالك هو خزين النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، نموتوا نموتوا صافي. ها؟ ولكن لما دخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، جاء بالموت على هيئة كبش فذبحت، وقيل: يا أهل النار خلود ولا موت، يا أهل الجنة خلود ولا موت. يبقى يتعذب وما يموتش، وهذا يعني أنكى العذاب، أنكى العذاب أن تتعذب ولا يأتيك الموت. سأل الله العفو العافية، سأل الله العفو العافية. بغيتي يموتوا وما لقيتيهاش، شوف هذول بغاو يموتوا وما لقاوهاش. وكذلك قولهم: يا ليتني كنت ترابا، لأنهم اللي تيشوفوا الله عز وجل اقتص بين الحيوانات
اقتص بينهم، فاقتص للأقرن للأجم من الأقرن، ثم قال بالأخير كونوا ترابا، فالكل أصبح ترابا. فالكافر ينظر إلى هذه العملية فقال يا ليتني كنت ترابا، كنت بحالة الحيوان لا لي ولا علي، ولكن ما كاينش لا يموت فيها ولا يحيا، قد فلح من تزكى، لا اله الا الله. اذا اخوتي الكرام نقف عند الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. نظرا للاسئله تكون عندكم شويه كثيره، فنقف ان شاء الله عند يا بني اسرائيل.